عزمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو الشهر الذي فرضت أصيامه عليه، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك، من علي بفكاكي رقبتي من النار في من تمن عليه، وادخلني الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم اشف كل جائر، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل خريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن وافترضت على عبادك فيه الصيام، صل على محمد وآل محمد، وارزقني حج بيتك الحرام في عامي هذا وفي كل عام، واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا علام.